بالنسبه لهذه الذكرى، هذه ذكرى غاليه على جميع الوداديين اللي كتجبد الشوكولا، كتجبد بالجلون، جلون وما ادراك بالجلون، رجل مقاوم، رجل اللي عطى الشيء الكثير لفريق الوداد الرياضي. النهار كبير هذا بالنسبه حنا كوداديين، وللاسف حنا كنكون حنا عندنا واحد المشكل دابا كاين ديال الويكلو، واللي ما يخليناش نفرحوا به وما يخليناش نديروا بزاف ديال الحوايج. هذه المناسبه هذه استضافت مع ويكلو، هذا هو المشكل. وبالجلول حنا ماشي غير دابا، حنا اليوم كان التعبيني ديالو ولا كنهضروا عليه بالجلول في اي محلات الوداد، ولا تحالت الا بالجلول حاضر في الملعب. الناس ديال الدراري ديال الجروب ديال وينرز فين ما اين محلات الوداد ارتحلت الا بالجلول كاين معنا في 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 لاغرادان، ديما معنا في التريبيل، ديما معنا في كرياس، ديما مسال معنا الوداد، ديما معنا في اين محلات الوداد ارتحلت. وحنا بهذه المناسبه، هذه المناسبه اللي كان ما حنا مناسبه شويه اليمه حنا بالنسبه لنا حنايا، كنتفكروا هذا الاخ هذا، تفكروا هذا من احسن الرؤساء اللي دازوا في التاريخ ديال المغرب، اللي كتجبد بالجلون وما ادراك ما بالجلون. بالجلون انسان مثقف قبل من كل شيء، انسان مثقف، انسان مقاوم، انسان اللي عطى الشيء الكثير ماشي لفريق الوداد الرياضي، عطى الشيء الكثير للمغرب بصفه، لانه هو الانسان اللي يدخل التاريخ، يدخل التاريخ ويقلب على على على, على السيره الذاتيه ديال هذا السيد. هذا السيد راه ما راه من 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 المثقفين اللي كانوا في التاريخ ديال المغرب. حنا الوداد معروفه، الوداد معروفه، الوداد ما كتنساش الرجالات الدوله، الرجالات ديالها ما كيتنساوش، ديما ديك ما الذكرى ديما كنذكرهم في اي مناسبه. لا لاحظتي كما قلتي يحيى جبران دخل بالصوره ديال راه ما ساهلش هادشي، هذا ماشي ساهل هادشي. وكل عام وكل عام الحمد لله حنا فين ما تكون شي كيكون شي واحد عطى للوداد الا ما كيتنساش، ينساو المكتب ينساو اي واحد الا حنا الجماهير الوداديه ما عمرنا غنساو، لان هذا فريق، حنا عائله، كنت بغيت تقول العائله، عائله هذه. وللاسف نعاود نتاسف عاوتاني لهاد الناس ديال الجامعه اللي كنقول انا بهذه العباره، غنقولها حقاره لان هاد المناسبه هذه ديال غدا ان شاء الله مقابله ويكلو، لازم نهضروا على ويكلو. راه حسبوا فراقي كاملين اللي شعلوا الفلام هذا العام، هذا الماتش الاخراني كاع فراقي شعلوا الفلام، ولا شي ستاد دونور الناس ديال بركه محمد خامس طاح فيه الكراسه، طاحوا في التيران وطاحوا الحجر وطاح بزاف ديال الحوايج وما توقفوش. هذا هو المشكل، وهذا الوداد هذه ما عندش العام ما كاينش اللي يهضر عليها، من غير جمهوره ما كاينش اللي يهضر عليها. حنا الناس، الرئيس ديال الوداد راه ولا كيهضر كيقلب على المصالح ديالو، نسى الفرقه، هذا هو المشكل. الوداد هذا النهار هذا اللي كبير، هذا النهار ديال غدا ان شاء الله غادي حنا بغينا معولين باش ندخلوا للتيران وتكون حتى المساهمه ديال الناس ديال الزلزال. حنا كنا معولين غادي الفلوس هذو غادي تمشي للزلزال، حنا نمشي للناس اللي وقع عليهم المشكل بزاف. كان هذو بهذه المناسبه كنترحموا عليهم، ان لله وانا اليهم راجعون، الله يرحمهم. صراحه ناس ديال المغرب، ناس الكره الوطنيه ما غاتزيدش، والله ما غادي تزيد قدام. شوف بحال وقع شي بيتيس، وقع شي قباحه ديال الجمهور، ما توقفش التيران، اعطي غرامه ماليه، غرامه ماليه اللي حنا الجمهور. اللي تقول لي مثلا السيمانه دخلنا ب 30 درهم، هذا الماتش هذا غندخلوا لي ب 60 درهم، غندخلوا لي علاش غدوبل؟ علاش؟ لان درتو القبعه اللي درتو اللي درتو والمره الاخرى ما بقاش تعاود. اللي كدير غلط الانسان تجيبتو غلط صغير، هو في ابداع، هو ماشي غلط هذا. على الناس الوينرز كيديروا اخطاء، ما كاينش اخطاء، ابداع، هذا ابداع داخل الابداع. راك جمهور الوداد راه معروف عليه على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الافريقي والعالمي، راه ما كاينش الغلط، ما كاينش المشاكل. راه كتشوف انا دابا بحال غدا ان شاء الله كاين رينيو، واليوم كاين رينيو ديال 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 لي سينيل ديال الوانرز، كاينين لي رينوات كيفقهوا فيهم الدراري، كيتكلموا معاهم ها ما يدارش ها ما يدارش ها ما يدارش ها ما يدارش، والتربيه الحسنه. نقول لك كاين الناس ديال الوانرز راه كينظموا، والله العظيم الا كيحضر لي رينيوات ديالهم الا شي حاجه انك خويا من شحال ما كتصدقش كيفاش كيتكلموا مع لي مومبر ديالهم، كيفاش كيتكلموا الناس كيصلحوا وتدفع الفلام وفلام. بالعكس الفلام راه دار واحد الابداع، دار واحد الحاجه زوينه، دار راه كتشوف العالم كامل كيشعلوا الفلام، العالم كامل كيشعل الفلام، وكاع لي فريد كاع منعتوا الفلام. هاد المقابله هذه كنت علا نقول لهم شوفوا راه المقابله الجايه الا وقع هادشي وقع راه توقفوا، شفنا حتى هذه المقابله هذه اللي حنا محتاجين بها، محتاجين بالوداد، محتاجه بالجمهور ديالها، محتاجه. الا بغينا نهضروا على التاريخ الوداد خصنا حلقات كثيره وكثيره بزاف. الا بغيتي تهضر على الوداد خصك حلقات كثيره. كلمه معروف، تاريخ معروف. اللي قلت كلمه تاريخ معروف. تاريخ شوف القضيه، ماشي انا راه فريق الملوك هذا.
ملي كتجبد كتجبد الوداد راه كتجبد محمد الخامس، كتجبد الحسن الثاني، كتجبد سيد محمد، راه كتكرا فريق ملكي هذا. يلا رحتي لا 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 النادي هذا، النادي ديال شكون هو الرئيس ديالو شرفي، شكون هو الرئيس شرفي؟ محمد الخامس، محمد الخامس راه جا 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 الحسن الثاني، الحسن الثاني راه كاين محمد السادس. هذا فريق وطني، هذا فريق دار الوطن، دار الملك ديالنا حنا، هذا فريق ملكي. وداد الامه، وداد الامه، وداد المقاومه. حنا راه البلاد ديالنا قبل من الوداد، قبل من كل شيء، حنا الحب ديالنا اللي حبينا به الوداد حببونا في الوطن ديالنا قبل من الوداد. نهضروا على الوطن، ملي تجبد ديال الوداد كتجبد الوطن. انا حنا كنبغوا الوداد كنموتوا على الوداد، نحبوا درابو البلاد. الوداد ما عنده علاقه، عنده علاقه بالمغرب. حيت كان بكري كنا كنشوفوا كانوا المشاكل اللي كانوا عندنا مع افريقيا، كانوا في الجزائر ولا كشي، كانوا خصومات. شو كان كيصالح؟ كان الوداد فريق الوداد هو اللي كان كيمشي يصالح مقابلات. كان وقع مشاكل، كانوا واقعين مشاكل، مشكل ما بين حنا المغرب مع شي دوله، كيمشي فريق الوداد هو اللي كيمشي يصالح. فريق الوداد هو اللي كيدير مقابله تماك عند لاندفيرس. المحطه اللي كانت في مباراه الوداد شحال هذا السيد اللي كنهضروا عليه هو بالجلون، هذا بالجلون كما قال بالجلون راك عارف بالجلون المستوى الدراسي ديالو كيفاش داير. مستوى عالي، راه انسان ماشي عادي، راه ماشي عادي. بالجلون راه هرام هرام كبير من الناس اللي عطاو للبلاد وكيموتوا على البلاد ديالهم. انا لك كتشوف هذا كان دار جمعيه ديال شي اسم الجمعيه، جمعيه دارت 1921 قبل من سعود لدي. حيت كان الناس ديال فرنسا قالوا لهم خاصها تكون واحد 15 سنه عادي يمكن لك دير جمعيه. ممنوع كان ديك الساعه الاستعمار بغاو يديروا جمعيه، قالوا لهم لا، خاص مستعمر يبقى في القاد حتى دير 15 سنه عادي يمكن لك. في 1922 وداز 15 سنه، وديك 15 سنه كامله كاينه فيها الوداد. من 1922 والوداد كاينه خروج رسمي. حتى شحال واحد ما عرفش هادشي. انا حتى واحد ما عرفو هنايا الوداد راه من 1922 21 22 كاينه الوداد، ولكن باقي ما خرجش للوجود. كانوا الفرنسي قال لك ما ديروش، خافوا من الجمعيه هذه، خافوا منا. قال لك على قبل هاد الناس اللي شكون هما هادو، شكون هاد الشباب، شكون هما هادو، هادو شكون هما هادو. هادو واحد الجماعه ديال لي زيتيديون، الناس طلبه هما اللي داروا هاد الجمعيه هذه، ماشي الناس ديال طلبه. سنو طلبه اللي كتقول طلبه، راه الناس مثقفون مستوى عالي. مقاومة خرجت لهاد النادي هذا، خرج للمقاومة، خرج للكرة القدم. حنا هادشي هذا حنا كنتبرعوا دابا بالوداد. الوداد كنتفرجوا في الوداد، والله العظيم بحال داخل المسرح.